تصير. لا يحق لأحد أن يصدر تهديدات وأنذارات هنا وهناك، وائتلاف المعارضة السورية لا يملك أي برنامج إيجابي، بل منشغل بتقاسم المناصب. روسيا: ائتلاف الدوحة لا يريد الحوار وأطلاق العملية السياسية لحل الأزمة في سوريا ويسعى إلى تدخل عسكري خارجي فيها. قرغيزستان تحذر من تدفق شبابها إلى صفوف جبهة النصرة الإرهابية في سوريا، وأحزاب دنماركية تقترح إسقاط الجنسية عمن يقاتل في سوريا. صناديد بواكيرنا ماضون في اقتلاع الإرهاب ويبسطون الأمن والأمان في قريتي عرجون والبراك بعد مطار الضبعة. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعلن إقامة 1000 وحدة استيطانية في القدس المحتلة.